هو يعني بالحديث بكلامي قلت لك انه تكون قوة هجومية ضاربة لما انت اي فرصة في اي مساء، يعني خصوصا بامبي دائما يحب انه يستخدم مهاراته في مساحات مفتوحة، لانه مع المهارة يمتلك السرعة. فالاخوان يعرفوها هذا الجانب التكتيكي عند هيك لاعب يحتاج الى مساحة. فالحالة الدفاعية اذا دافعوا المنتخب المغربي في الثلث الاخير من الملعب اكيد راح تنغلق هاي المساحات اللي يمتلكها، لكن ايضا هم بضربات الراس يمتلكون 4 إلى 5 لاعبين طوال القامة وهدافين. ايضا هم تكتيكهم يعني هو القدرة المهارية الفردية لكل لاعب ممكن ان تخلق بالاخير تكتيك جماعي حتى اذا ما متفق عليه، لانه الذهنية اللي يمتلكوها ذهنية عالية فممكن يعرف كيف يتصرف، ولهذا تنخلق وكأنه أشبه بتكتيك جديد ما مدروس، لكن خبرة ومهارة اللاعبين راح تخلي هذا التكتيك ينفرض على المنتخب المغربي. أنا أتصور أصعب خصم راح يواجه المنتخب المغربي في خلال وصوله إلى السيمي فاينال هو المنتخب الفرنسي.